نتكلم الحين عن ترند. ترند عن شنو الترند؟ الترند اليوم هو اعتزال بعض الفنانين للسوشيال ميديا او لفن، مثل اعتزال الفنان الكوميدي والفنان اللي معروف بالتقليد حسن البلام، اعتزاله عن التقليد. نعم يعني هو من اوائل الفنانين اللي قالوا انه هو بيعتزل. انا ما احس ان الموضوع يستحق كل هذه الضجه بصراحه، هاي وجهه نظري انا، حتى انت لو كنت تخالفينها عادي، اعتزال التقليد اوكي، في وايد غيره فنانين قاعد يسوون التقليد. بس انا اعتقد ان مرات ردود افعال الناس او السوشيال ميديا يمكن تاثر على بعض الناس وتخليهم، هذا يكون بصراحه شوف بشكل عام انا قاعد كلام يكون دليل ضعف شخصيه لما انا اتاثر بكلام بعض الناس، وعلى يعني انا يا اكون قد شيء واسويه. الحين انا مثلا طلعت اليوم على الهواء، لازم انا يكون عندي قناعه وتصالح مع نفسي ومع الاخرين في ان انا قادر ان انا اتحمل كل الانتقادات، ولما يزيد الواحد عن الحد ممكن ياخذ جزاءه بالقانون اذا كان شيء شخصي. بس انا يعني ضد القرارات المتخبطه في ان انا اليوم اعتزل وباكر برد، واللي عقبه ما شنو واللي عقبه ما شنو. فبالنسبه لي ان الموضوع موضوع التقليد، يعني اوكي اعتزل التقليد مثلا هو او غيره من الفنانين عادي، في فنانين ثانيين قاعد يقلدون. بس انا احب فن التقليد، وانا احس ان لو يعني ما ادري، احس ان بلوك قشمره وايد حلو، البرنامج حلو بلوك قشمره. انا قاعد اشوف مقاطع بالانستغرام، انا ما يمديني اصلا اتابع، فاحس يعني ما ادري، يعني مرات صدق تعليقات الناس تكون وايد قاسيه، يعني انت ما تدري الانسان شنو يحس وقتها. يمكن يبي يتفرغ لتقديم دراما، لتقديم مسرحياته الكوميديه اللي هو حبينا بالتقليد وبالكوميديا وبكل شيء. والله انا اللي عجبتني صدق صار الشراح، كانت لها عوده رائعه من خلال بلوك قشمره، وبلوك قشمره انا عاجبني كبلوك، وطبعا المبدع عبد الناصر درويش يعني رائع، هي شعيبي، كل الشخصيات اللي تقلد بهذا الاتقان. وايضا نكون واقعين في ان الشباب بداوا يتفوقون في عمليه التقليد. يعني اليوم مقلدين نور عبد الله وفيصل العجمي في برنامج عسيف، اللي قلدت نوره هي نوف السلطان، بدعت. انا ما عرفت منو اللي قلد فيصل عجمي، بس تو قالوا لي شباب عبد العزيز النصار، وهذا دليل شطارته في ان انا ما عرفت، يعني انا شفت البرنامج ما عرفت منو اللي مقلد فيصل. فموفقين، وهذه البرامج تثير البهجه والوناسه والفرحه، ولكن من غير ما يكون في جرح لا أنا او استهزاء لي لا او اساءه. حتى انا بالنسبه لي كالجمهور، يعني لما انتم في شيء ما يعجبكم، انتم متلقين، يعني قاعد تتلقون شيء عبر التلفزيون، تقدرون اذا ما عجبكم تفرون التلفزيون، ما له داعي الهجوم اللي وايد يضايق يعني بعض الشخصيات. يعني ترى انت ما تدري شنو كميه الكلام الجارح، لا تقول ضعف شخصيه او ضعف شخصيه. ترى بقولك على شغله، يعني انا اكثر شخص، ويعني كل الناس تدري، اتعرض لوايد اشياء، بس انا بالنسبه لي الانسان متلقي يقدر يختار اللي يبي يشوفه. انت مو عاجبك هذا البرنامج او هذا المسلسل، انا مو قاعد التمس، انا ما قاعد التمس العذر للناس، في ناس مسيئين، بس انا اتراجع عشان تعليق، ولا انا اغير مساري، ولا اعتزل شيء، ولا لانه في النهايه مو نقاد اصلا، اما راي شخصي. فهمتي قصدي؟ بس كذي انا ما احب الانسان يلا اقول هو. بس انت كل يوم انت ممكن تعتزلين او توخرين عشان كم احد. انا عاند، انا بالعكس، انا ما في عناد، انا فيني عناد، انا اذا اشوف احد انه كذي بالعكس اصير اقوى واقوى واقوى. انا كذي شخصيتي، ما راح يضعفوا كم كومنت كذي ما يضعفني. نعم احنا عموما يعني الموضوع معنا مكمل، وراح نتناقش فيه ايضا من بعد البريك، ولكن ايضا ما ننسى الفنان داود حسين اللي هو كان من اوائل الفنانين في الكويت اللي سووا برامج كثيره لها علاقه في التقليد، وشكل دويتو رائع مع انتصار الشراح. احنا ما يعني اليوم تو حصلنا كلامنا فقط عن اعتزال بعض الفنانين، ولكن هناك ايضا شخصيات اعتزلت وقررت ان هي تعتزل، منهم نصر الحربي اللي اعلنت من كم يوم ابتعادها عن السوشيال ميديا، بالاضافه الى اعتزال الاعلاميه حليمه بولند لمجال التقديم التلفزيوني. ووايد شخصيات. منو اسرع وحده اعتزلت وردت تذكرين؟ اسرع وحده اعتزلت وردت؟ يعني اليوم اعتزلت باكر ردت. شيرين عبد الوهاب كانت اسرع وحده. شيرين عبد الوهاب من متابعتي لها تكون تعرضت للحظه ضعف وضغط كبير
فسوت كذي، بس على طول عادت مرة أخرى. وأقول لك شغلة، الاعتزال الحقيقي والصحيح ليس بالإعلان، اي اي اي. يبتعد بهدوء ما له داعي هالبروباغندا، لأن ممكن هذه البروباغندا أنا أفسرها في أن هناك عودة، ولكن هم يبون يسوون بعضهم. أنا أقول أنت قول، جرب قول أنك بتعتزل، تشوف تشوف هالحب الناس حقك. مو محتاج. لا صالح لا تعتزل. لا ثانك يو سو ماتش. ما بتعتزل أنت؟ نو واي، مستحيل، وأنا ما أحب أسوي هذا النوع من الأشياء. مو شو، أنت بتعتزل تفكر أنك تعتزل مستقبلا؟ أبدا أبدا، ولا عمري فكرت ولا دقيقة فكرت أن أنا أبتعد عن مجال الإعلام، لأن أنا وايد أحبه، ولأن في ناس وايد تشجعني، ولولا اللي هم بس أنت قلت لي ذاك اليوم أن أنت إذا ما صار اللي في بالك البرنامج اللي قلته لي راح تعتزل، انت قلت لي كذي. اي بس هذا تحدي بالنسبه لي، فانا راح اسوي البرنامج اللي في بالي. هو قال لي انه برنامج معين في باله، إيه؟ وايد ضخم وايد، قلت يعني اعتزل، قلت اذا ما سويته ما راح. شوف غير كلامه، انا المفروض اسجلك واسمع. عمري ما قلت اعتزل، قلت لي بعتزل خلاص. بعد شبدي اذا انا فكرت او قلت انه اذا ما سويت هالبرنامج راح اوقف لين اسوي هالبرنامج، بس مو اني اعتزل واوخر وما اطلع، لا اطلع بالسوشيال ميديا وكذي. وبيعتزل اربع شهور السوشيال ميديا عشان قال انه بيروح النادي ويتدرب عشان يضعف.